غير القادر على التفسير ده لما بيتصدر. ادي احنا شفنا سيد قطب. سيد قطب حفظ القرآن في موشة في القرية بتاعته. بعد ما حفظ القرآن جه هنا انضم الى دار العلوم، وبعدين اشتغل بالصحافة وبكتب في الاهرام وكتب في غير الاهرام وفي التاج المصري بتاع الماسونية. قلنا مرة قبل كده لما اشتغل بهذا جاله خاطر كده، طب ما انا حافظ القرآن، طب ما فصل. وبعدين كتب شوية خواطر وأدبيات، وهو كان الله يرحم الجميع بقى والله يرحمه، يعني ألمه سيال أدبيا كده، ويجيب مترادفات ويجيب مش عارف. وكان كريما كان على علاقة بالعقاد، كان على علاقة بالعقاد إلى أن أحب امرأة كانت تحب العقاد فرفضته، فلما رفضته يعني والعقاد عرف كسف يوريله وشه فانقطعت العلاقة. لكن هو كان يقول لسليمان فياض الله يرحم الجميع انه العقاد انقذني من الالحاد، فقد ظللت ملحدا 11 سنة. بعد كده الطبعة الاولى عند عيسى الحلبي، كانت مطبعة عندنا هنا كبيرة قوي اسمها عيسى الحلبي في 30 جزء. وبعد كده جات له أفكار أبو الأعلى المودودي، فراح مغير اللي كتبه. كاتب كتير، كاتب في حدود بتاع 4500 صفحة، منهم 300 صفحة بس فيهم السم في العسل أو السم في السم اللي هم عملهم بعد كده معالم في الطريق. والكتاب كله خواطر. فهو قال في البداية ده على فكرة مش تفسير، هو بيها ده مش تفسير.